لكم اهلا وسهلا بكم الناس كل مكملين معكم في الحوار ويكاند باش نحكي وتوا في فقره البيانتغ على موضوع يهم العائله وين ما كان في تونس والا خارج تونس. برشا عائلات وبرشا دي بارون كي تجي العطله يقولوا اي راسي ويبداو خايفين من ايامات العطله ويتفاجئوا ويقول لك ما عادش نجموا نسيطروا على الصغار واحلى شنو باش نعملوا معاهم. ينسيوا اللي المراجعه والدروس حاجه تنجم تكون موجوده في العطله ويوليوا يعديوا في اغلب الوقت نتاعهم يا يتفرجوا في التلفزة يا يلعبوا. شنو باش نعملوا؟ كيفاش نحضروا؟ كيفاش نجموا نعديوا عطلة ناجحة لصغيراتنا فيها مراوحة ما بين اللعب وما بين المراجعة والترفيه؟ هذيك علاش حاضرة معنا الأخصائية في علم النفس الحركي سوسن الغرايدي. صباح خير ونهارك زين. أهلا بك عفوفة، مرحبا بك، ميرسي بور لانفيتاسيون، فرحانة برشا لينا بحضرتك. يعيشك، وإحنا زايدة نفرحوا كل مرة كي تجي بحضينا. دونك سوسن، برشا أولياء يقولوا الصغير تعب يقرأ كان العطلة تخليه يخو راحته، نسيبوه نهار كامل يسر قد ما يحب، يرقد وقت ما يحب، يقوم وقت ما يحب، تفرج في التلفزة على طول الوقت، يلعب على طول الوقت، حتى القرايه والمراجعه يمكن ما يخموش عنهم باش يحطوا ولادهم يقراوا شوي. هو عفيف العطله هذيا راهي سبيسيال شويه على خاطرها ديجا جايه بعد فتره الامتحانات ولي ريزلتا سكولير، دونك فما بريسيون ديجا صارت على الصغيرات في الفتره هذيك، دونك تويك العطله تكون فرصه باش انهم هما يتفرهدوا شويه ويرتاحوا شويه، دونك فما الصحيح وفما الغلط، نخلي صغير على راحته اي، لكن مش معناها باش يرقد وقت اللي يحب ويقوم وقت اللي يحب، على خاطر هكاك تنجم الساعه البيولوجيه نتاعو تدخل بعضها شويه. دونك ولهنا نجمو نحكيو حتى على خلل على مستوى الصحة النفسية نتاع الطفل والا الصحة الجسدية نتاعو. سينو فيما يخص المراجعة والقراية، الحقيقة أنا نقول لهم العطلة هذه حاولوا بروفيتيو لو ماكسيموم، خليو صغاركم يتفردوا. دونك نجمو حتى ولو كان صغيراتنا باش نراجعوا لهم عندهم دي لاكون، نحاولوا نعتمدوا طرق ووسائل أخرى غير أن نحن نحطوا له طاولة وكرسي وأقعد أقرأ على خاطر هو ديجا قلق وديجا أنا مسميتها مازال كيكمل الامتحانات وتعب معناها من برشا بريسيون وتعدية وكل. فوالا هي ديجا العطله راهي معناها اللي قبل العطله ديجا هي فتره كانت ستريسونت للي بارون انسيكو بور لي زونفون، معناها الكلهم كيف كيف صحيح. حتى الام تقول لك انا معناها الاغلبيه باش يقول لك انا يزيني رجعنا فيما فيه الكيفيه تعبنا سي بون دونك فوالا دونك نحاولوا لو ماكسيموم نخليوها معناها وقت للعب اكثر سي امبورتون. عفيف ديجا اليوم باش نركز شويه نحكيوا على اهميه اللعب في النمو العصبي نتاع الطفل في النمو النفسي نتاعو، على خاطر برشا لي بارون تجي تسال تقول لك يا اخي شبيه صغيري ما يتعبش من اللعب، على خاطر الصغير الطبيعي انه هو يلعب وي. دونك سي ان بوزوان بالنسبه لي هو كيما عمره تخلق لهذيك معناها في العمر هذيك. اليوم سوسن نجمو نحكيو انه لازمنا نعملوا كيما سورت دو روزنيما برنامج مسبق امبلوا دو تون كي نجمو نقولوا للعطله. هو التخطيط مهم في اي حاجه نحبوا نعملوها باش نحققوا لي زوبجيكتيف نتاعنا. العطله نجموا نخططوا لها من ناحيه مش باش نشدوا ورقه وسيلو ونقيدوا شنو باش نعملوا، لكن نحطوا لي زوبجيكتيف اللي نحبوا نخططوا لهم مع صغيراتنا. باغ اكزومبل نحب انا عندي صغيري عنده دي لاكون مثلا في القراءه في الليكتور، نحاول نختار دي زاكتيفيتي ادابتي باش نحسن لهم المهاره هذيك. دونك نحطوا دي زوبجيكتيف اللي باش نخدموا عليهم، لكن مش بالساعه بالساعه وبدقيقه بدقيقه، دونك نحاولوا نخليهم نسيبوا الوحده شويه في العطله، نخليوا لهم اكثر وقت باش يكونوا على راحتهم معناها. كيفاش نجم نقسم باش نراوح ما بين انه نعلم فما الجانب نتاع لابرونتيساج المراجعه والترفيه واللعب والراحه. باش نبداو عفيف نحلوا بارونتيز صغيره هنا نحكيو شويه على اللعب. راهو اللعب حاجه مهمه برشا في حياه الطفل واللي هي تساهم في النمو العصبي نتاعو، النمو النفسي، النمو الاجتماعي. دونك وديجا انا نحب نحكي شويه على لي جو تراديسيونيل تونيزيان نتاعنا اللي كنا نلعبوهم من قبل اللي هما توا مالوغوزمون ما عادش موجودين للاسف. خذيت معناها حل محلهم الهاتف والليزيكرون اون جينيرال. دونك راهو مهم برشا ان نحن نعاودوا نسانسوا صغيراتنا على الالعاب هذيك التقليديه، راهي مهمه برشا. نعطيو لي زيكزامبل باغ اكزامبل نتاع الخربقه الكاغي، دونك هذوما ما بين الالعاب اللي راهم يساعدوا برشا في النمو نتاع الطفل. دونك مثلا الكاغي عنده دور كبير باش يخدم على الكونسنتراسيون
على حسيب ورياضه فوالا على الكورديناسيون بين العينين والساقين دونك سي امبورطون حاجه مهمه دونك نجمو نحن نوجهوا لي زاكتيفيتي نتاعنا نتاع صغيراتنا نعتمدوا لي جو تراديسيونيل نتاعنا وكيما نجمو نعتمدوا لي جو اللي هما ايدوكاتيف اللي نجمو نستعملوهم تويك اللي هما موجودين نجمو نشريو دي زاكتيفيتي اللي تبدا عندهم اوبجيكتيف لوجيك ايدوكاتيف دونك هذه الحاجه الاولانيه باش ناكد زاد على دور لعبه الشطرنج عفيف لعبه الشطرنج جو دي شيك راهي مهمه برشا في النمو العصبي نتاع الطفل قوي له ملكيه نتاعو معناها الانتيليجنس نتاعو الذكاء نتاعو تعاونوا برشا في الكاباسيتي دو كونسونتراسيون اي داتونسيون اللي هي توا صغيرات برشا عنده مشكله في الانتباه والتركيز دونك نجمو نخدموا بها برشا الانتباه والتركيز لا جيستيون دي كونفلي لعبه جو دي شيك تعلمنا كيفاش نحلوا لي بروبليم كي نتحطوا في دي سيتواسيون نتاع ايشيك ولا بروبليماتيك نخرجوا منها تتحسر في ولا. حاجه في مشكله تعرف كيفاش تخرجوا منها دونك ولهنا اون انسيست عفيف حتى جو دي شيك مش كان بور لي زانفون حتى ميم بور لي ادولت وديجا فما دي زيتود تعملوا كونسيرنون جو دي شيك يقولوا انك انت قد ما معناها تمارسها وتلعبها جو دي شيك تحميك ساعه اول حاجه من انك تمرض بالمالادي دالزايمر ولي ديمونس والا لي تروبل منيزيك دونك ديجا حاجه باهيه برشا نجموا ميم ننصحوا لي بارون يلعبوها مع صغيراتها دونك صغيرات فوالا اكزاكتومون فوالا اكزاكتومون دونك لي بارون مع صغيراتهم ينجموا يلعبوها الجو هذيا وراهي مهمه برشا ونحب ناكد ونقول راهو دو جو او جو معناها من اللعب الى لا كونستركسيون دو لا بيرسوناليتي راهو صغير الطبيعي خصوصا نعلم الاطفال وهم يلعبون معناها علاش نمشيو لبعيد يعطيك صحه هذا اللي ناقصنا في برشا حاجات في لي ميثود ادوكاتيف نتاعنا في مع صغيراتنا في الدار دونك رانا نجموا نوصل اون انفورماسيون للصغيري عن طريق اللعب تقعد راسخه اكثر في ذهنه من ان انا نشد ورقه وستيلو باللي ميثود معناها التقليديه نتاع القرايه. شو نوعيه الانشطه الاخرى اللي نجم نعملهم مع صغيري في فتره العطله؟ باهي نجموا فما لي زاكتيفيتي كولينيغ ديجا نجموا ندخل صغيري معايا للكوزينه. الكل نقولوا لهم احنا في الكوزينه وعندنا تو تبارك الله باكزومبل لي بريباراسيون فانواز ساهلين ندخلوا نستعملوهم مع صغيراتنا حاجه ممتازه. حاجه مهمه برشا ديجا تنجم لي زاكتيفيتي كولينيغ تعاون برشا صغير اول حاجه في الموتريسيتي فين نتاعو في الحركه الدقيقه. باش صغير معناها مثلا تعطيه عجن مثلا عجينه نتاع بيتزا ولا حاجه دونك تعاونوا ديجا هذيك باش من بعد ينجم يكتب بالكدا تبدا لي موسكول نتاع الصوابع نتاعو تبدا معناها فما رونفورسمون موسكولير دونك سي امبورطون كيف كيف نجموا نهزوا صغيراتنا للسينما راهو حاجه مهمه نسانسوهم بشويه بشويه يمشيوا معناها اصلا لو فيت انه هو يقعد في السينما ويتفرج يتعلم برشا ستابيليتي البوستيور نتاعو كيفاش يقعد كيفاش ما يعملش حس كيفاش يحترم معناها لا ديسيبلين نتاع السال دو سينما كيف كيف نجموا نخرجوا مع صغيراتنا نخرجوا نعملوا بيكنيك باغ اكزومبل نقعدوا في طبيعه بلاصه فيها هكا هواء نقي وكل خضار وكل فوالا اكزاكتومون دونك سي امبورطون كيما انت قلت عفيف في الطبيعه عندها تاثير ايجابي كبير برشا على النفسيه نتاعنا نحن اون طونكو ادولت كيما الصغيرات زاده كيف كيف نخليهم يلعبوا ويتفرهدوا بالكدا انا نقول لهم العطله هذه راهي فرصه باش انهم صغار يتفرهدوا الحقيقه اكثر منها وقت مراجعه وقرايه وكذا دونك فوالا مازال هي ديجا مازلنا خارجين من ريزولتا اكيد لي بارون ديجا راهم ستريسي بالنتائج المدرسيه نتاع صغيراتهم دونك نعطيهم فرصه في العطله انهم هما يتفرهدوا شويه ويلقاو وقت اكثر معناها للراحه به نجيو للآفة الخطيرة نتاع لي زيكرون التليفونات لي زورديناتور لي تابليت لي زيكرون تيلي زادا كيف كيف كيفاش نجم نسيطر على الوضع اليوم انا كبارون انا بيدي روح من الخدمه تعب وقلق وفادد وماش عندي برشا وصعبال مع صغاري كيفاش نجمو نسيطروا على هذا هو نحن كيما انت قلت عفيف توا في عصر اوني اوبليجي ان نحن نستعملوا توسكي انترنت لي ريزو سوسيو نحن في عصر التكنولوجيا دونك ما نجمش انا بارون نستعمل في تليفون نجي نقول لصغيري ما تستعملش دونك طونكو انت ما تنجمش تتخلى عليه وتنحيه من يدك راهو كيف كيف الصغير نفس الشيء باش يتبعك فوالا باش يتبعك دونك نحن هنا باش نعطيو عفيف تخوا ريغل في لوتيليزاسيون دي زيكرون وباش ناكد باش نوصيو لي بارون في حسب الاعمار نتاع صغيراتهم كيفاش ينجموا يعطيوهم ليكرون وباش نقترحوا زاد حاجات ينجموا ابارتيغ من الانترنت شنو هما الحاجات المهمه اللي تساعد صغير باش يكتسب مهارات جديده دونك لي تخوا ريغل نتاعنا نتاع اليوم كونسيرنون لي زيكرون القاعده الاولانيه تقول اللي هو ما فماش اكرون الصباح اول حاجه الصباح نحيو ليكرون فوالا علاش على خاطر الصباح صغير يقوم عنده اون بون كاباسيتي دو كونسونطراسيون وليكرون يسميهم لي كابتور دو كونسونطراسيون معناها تجلب الانتباه نتاع الصغير الكل والفتره الصباحيه هي اهم فتره في النهار نتاع الصغير اللي باش يمشي يتعلم فيها دونك هذيك علاش الصباح ما نعطيوش لي زيكرون لصغارنا في وقت الفطور زاد كيف كيف على خاطر فوالا على خاطر من اهم الاوقات اللي نجم يعديهم البارون مع صغيره هي وقت الماكله اللي نجموا العائله الكل نقعدوا مع بعضنا على الطاوله اون بارتاج لا جورني
الحكايه نتاعنا كيفاش تعديت فوالا دونك كيفاش عادينا نهار ما بعدنا دونك لهنا الصغير ما يفا با ديفلوبي ان نوفو فوكابولير ماهوش يحكي مع لي بارون تاعو كيف كيف في الليل قبل النوم ديما نقولوا قبل ساعتين من وقت النوم دو بريفيرونس ما نعطيوش ليكرون للصغير علاش على خاطر الضوء هذاك اللي يخرجوا التليفون ولا التلفزه ياثر على الهرمون نتاع النوم اللي هي الميلاتونين دونك يوليو صغيرات عندهم يعملوا دي كوشمار في الليل والا ما يجيهمش النوم في ساعه ايوا دونك هذيك علاش يفو فيغ اتونسيون في ثلاثه اوقات هذوما سينو با ديكرون قبل ثلاث سنين ما نعطيوش للصغيرات ليكرون قبل عمر ثلاث سنين وميم حتى بعد ثلاث سنين اذا كان صغيري مازال ما يتكلمش ما نعطيوش ليكرون ما نعطيوش ليكرون وي على خاطر ليكرون باغمي الاسباب نتاعو انه هو يعمل ان روتار دو لونغاج سامبل معناها صغير ما يتكلمش سينو ما بين اربع سنين وست سنين نجمو ساعه في النهار une heure par jour نقسموها 20 minutes 20 minutes مش على شويه 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 فوالا من بعد ما بين 6 و 9 سنين نجمو نعطيو ساعتين في النهار زاد كيف كيف بارتاجي 20 minutes 20 minutes وما بي ا بارتير من 10 ans نجمو نعطيو اكثر اللي هي كل ايبيزود نعطيو فيها 45 minutes ينجم يستعملها شنو هو نعملو كي نعطيو ليكرون لصغيراتنا شنو هما لي زاكتيفيتي فما دي زابليكاسيون عفيف جدد اللي هما نجمو نستعملوهم كوم ان اوتي دابرونتيساج لصغيراتنا وفما دي زابليكاسيون اللي هما معمولين ديستيني للبوبولاسيون تونيزيان معناها لصغيراتنا. فما دي جو. فوالا دي جو دي زابليكاسيون فوالا دونك اللي نجمو نستعملوهم نحنا باش ننميو قدرات صغيراتنا فما لي جو لي زابليكاسيون اللي خاصين بالماتيماتيك فما اللي خاصين بالليكتور فما اللي خاصين بالكونسونتراسيون فما اللي خاصين بالميموار دونك هذوما حاجات ينجمو يعاونوا الصغير انه هو يل سو ديفلوب سور لو بلان معناها كوجنيتيف انسي كو معناها كونسونتراسيون لي كاباسيتي كوجنيتيف اون جينيرال معناها دونك هذوما مهم برشا يعطيك صحة سوسن الغرايري وخاصة نوصيو لي جون باغون ما نستسهلوش التليفونات وليزيكرون ودوب ما يبدا هكا صغيري يتحرك شوية نريد أركح نمدلو التليفون ونمدلو التابلت ونخليه يلعب راه من بعد باش يأثر عليه في برشا حاجات يعطيك صحة ميرسي بوكو سوسن الغرايري الأخصائية علم النفس الحركي فما حاجة حزيتك تحب تقولها شوية لا جيست حبيت نقول معناها نعرج على لي جو بربي نخليو صغيرات يلعبوا شويه نعطيهم مساحه نتاع لعب راهو اللعب مهم برشا في حياتهم وميم حتى راهو الانترنت نجموا نختاروا دي زابليكاسيون نشوفوهم نحنا قبل لي بارون نجربوهم نحنا معناها لي زابليكاسيون نشوفهم انا نشوف شنو فيهم ومن بعد نعطي لصغيري ينجم يستعملهم وبيان سور تبدا متهني بالعكس ولا. حاجه باش تعطي بلوس فوالا ابليكاسيون بيا تكون حاجه ممتازه ميرسي ميرسي عايشه شكرا سوسن الغرايري اخصائيه علم النفس الحركي احنا مازلنا معاكم قبل ما نخرجوا بالفاصل نحب نذكركم وانه في اجواء البرود وفي الشتاء ما خيرش وانه يكون عندي شوفاج اغاز ناتوريل غاز دو فيل الشوفاج هذا من عند بيولوكس اقتصادي في الغاز نتاعو ينجم يعوض كاريمون الشوفاج سنترال بما انه القوه نتاعو من 10 كيلوات حتى ل 14 كيلوات يعني قادر يسخن مساحه من 80 متر مربع حتى ال 200 متر مربع دونك ينجم يسخن لي ويدفي لي دار كامله وين تلقاوه موجود في مختلف المساحات والفضاءات التجاريه الكبرى في كامل تراب الجمهوريه. احنا باش نتعداو لفقره خليك زوينه. في فقرة خليك زوينة اليوم باش نحكي على زيت ومنتج يحكي على روحه اي نعم يحكي على روحه على خاطر حل مشاكل شعر برشا من الناس نحكي على زيت العشر زيوت وعشر أعشاب مغربية دونك مش انا باش نزيد نحكي لكم عليه على خاطر البرودوي هذا بالذات كما قلت لكم يحكي على روحه وزيدوا ادخلوا على لي ريزو سوسيو نتاع زوينه تو تلقاو الفيديوهات واللي تيموانياج نتاع الناس اللي استعملته دونك هاي بحذينا مدام ايمان الطيف بالطبيعه صاحبه ماركت للا زوينه ما نجموش نعطيو السر عاده باش تحكي لنا عليه الزيت نجموش نعطيو كل شيء كل شيء بيان سور ما نجموش نعطيو كل شيء رغم انت جينيروز مع الناس اللي تستعمل لي برودوي نتاعك وديما تنصح وديما توري اي صحيح عفوفه كما قلت هو من انجح ومن اشهر ومن اروع المنتوجات اللي في لاله الزوينه هو فرض روحه بروحه انا نقول المنتوج اللي يسمع الكلام
يسمع الكلام يعني وقت اللي بالحق عندك مشكل محيرك في شعرك إلا وكي تستعمله وتواظب عليه وتداوم عليه وتنتظم في استعماله وسيختو تعرف الطريقة الصحيحة في استعماله راك باش تلقى النتيجة اللي تسرك والنتيجة اللي تحب عليها. تركيبة الأعشاب والزيوت يعني الدبوزة هذية اللي عمرها من 2011 إلى حد يومنا هذا وما شاء الله قاعدة قاعدة تعطي في نتائج بهية برشا. يستعمل كحمام زيتي هو تركيبة الأعشاب والزيوت. في الأصل احنا سميناه 10 زيوت و10 أعشاب بالوزن الكلمة ولكن في الأصل هو 23 عشبة وعشر زيوت. داكو. يعني تشخشيخه كبيره سديجا انت بالعين ترى العشوبه كيفاش في قاع الدبوزه. ديما نقولوا لازمنا نخفضوا الدبوزه مليح قبل الاستعمال باش الاعشاب تتخلط بالزيوت باش كي انا نستعملها توقع لي الفايده منها. الحمام الزيتي علاش ديما ننصحوا به؟ علاش البانجويل مهم؟ مهم في تنشيط الدوره الدمويه على مستوى فروه الشعر. وكي نشط الدوره الدمويه راهو بلوس دوكسيجين بلوس دم يعني معبي بالفيتامينات ومعبي بالمعادن باش يخلط لي الفروة الشعري ويغذي لي شعري ويغذي لي البصيلة. أعطينا إيمان الطريقة الصحيحة اللي نستعملوا بها اللي نعملوا الباندويل. به الباندويل طريقتي اللي دأبت عليها وديما ننصح بها الزوينات وننصح بها الزوينين. أول حاجة لازمني ندفي الزيوت. ما نحطش زيت بارد. ندفي شوية مش يحرق. ندفيه شوية من بعد ناخو ندلك به فروة شعري ندلك بالتراتش متاع صوابعي الدلكة متاع فروة الشعر أونتخ 5 و10 دقائق مش طفطف وكها بعد نجيل أطراف الشعر كيف كيف مش من معناه مش من أول الشعر لآخر الشعر لا بعد نلف شعري ونغلفه. هوني السر في التغليفة. أنا جبت ديز إكزامبل قدامكم. محرمتنا التونسية. غلف بيها. عندي البوني نتاع الشعر. غلف بيها. عندي البابي سيرفال غلف بيها. وإلا ما نشفى. جيفيت تو سكي لي ساشي. دونك نغلف مليح بالشعر يسخن باش بقية الزيوت ترجع لي على كامل الشعر. ساشي وألومنيوم لي. لا. نخليوه اقل شيء 3 سوايع انا هذا اللي ننصح به باش فريمون الزيت يتغلغل لي مليح شعرتي تشرب بالكدا يمشي لي على كامل الشعر وبيدو يتصلح الشعر ويتصلح المشكل اللي انا خليني نستعمل تركيبه الاعشاب والزيوت. دونك مره في الجمعه مش اكثر نحكي على زيتي لاني زيتي تقويته معني تركيبته قويه في كونسنتراسيون في كونسنتراسيون هو والعشوبه هو والزيوت سورتو في زيت القرنفل اللي ما لازموش اللي ديباس با 3 اور داكور فهمت. دونك بالنسبه للرجال نعطي اقل بالنسبه للرجال نعطي 1 اور يزي شويعه بركه. دونك علاش نستعمل تركيبه الاعشاب والزيوت؟ نستعمل تركيبه الاعشاب والزيوت وقت اللي لاحظ عندي تساقط كبير وقت اللي لاحظ فراغات في الشعر وقت اللي شعرتي ما تحبش تطوي وهوني وقت نزيد عليه انا زيت الارغان باش نلقى الريزولتا في ساعه في ساعه. وقت يبدا شعر متقصف وقت يبدا شعر تاعب وقت يبدا شعر مكسر يعني الشعره ما فيهاش اللمعه سورتو نكسبها اللمعه اني وقت نستعمل لها الحمام الزيتي. معناها ايمان سامحني قصيت عليك هو بيدوا اذا زيت للحاجات هذوما كل دونك انا كي ناخذ منه هذا باش نستعملوا انا باش يستعملوا راجي باش يستعملوها اولادي سي فينالمون بوغ توت لا فامي للعائله كل يعطيك الصحه العائله كل كامل افراد العائله يستعملوه طبيعي 100% امن ما تخافش منه. احنا حتى ميم يجيونا دي بارون معناها تجينا ام تقول والله معناها بنتي عمرها عام ونص نحبش عيرات هكذا يقولوا لها استعمل مدام سون بروبليم خوذ ما تخافش وعينيك مغمضه بالعكس من سن صغيره تتغذى الشعر حاجه بيدي. اخرى بالنسبه للمراه الحامل معناها نجم تستعمل بالنسبه للمراه اللي ترضع نجم تستعمله ما فيش حتى كونتر انديكاسيون لحتى معناها انسان كله مواد طبيعيه كله مواد طبيعيه ما فيش اللي ويل اسونسييل نو فيه دي ويل اخرين وفي اعشاب اللي هي تتماشى مع كل عمر مع كل جنس ومع كل شيء يعني ما فيش حتى مشكل بالعكس. طبيعي.
يعطيك الصحة. مين دونك سينو الناس اللي قاعدين يتابعوا فينا تو انتريسي يمكن مازالوا ما جربوش، احنا قلنا وانه تبارك الله سابق يعني قبل ما نعرف عرضني هو معناها وشفت لي ريزلتا نتاع الناس اللي استعملوه. دونك يحبوا يعديو كوموند وين يلقاو؟ يحبوا يعديو كوموند بيان سور على الباج فيسبوك للزوينه، على الانستغرام للزوينه. ارقام الهاتف نتاعنا ديما موجوده، عفيف نقولوا ونعاودوا، احنا على ذمتكم، استفساراتكم تساؤلاتكم الحاجات اللي تحيركم نجاوبوا عليها. نقاط بيعنا على كامل تونس. دونك باش تلقاونا في المنار 2، منوبه، المروج، رياض الاندلس، العوينه، كيف كيف عندنا نقطه بيع في نابل ونقطه بيع في مدنين، وان شاء الله نقاط بيع اخرى ان شاء الله في 24 ولايه ان شاء الله يا ربي، باش تبدا قريبه من الناس الكل ويلقاوك في كل بلاصه. ايمان الطيف، ماركه ليلى زوينه، ماركه براند تونسيه الحقيقه نفخروا بها ونتمنوا لها وانها تحلق بعيد وتخرج للخارج وتشرف تونس في الخارج. نستنى منك الحلقات القادمه شويه خلطات، خاطر ريت انا كي تدخلوا راهو الانستغرام وفيسبوك باش تلقاو برشا اقتراحات تعملهم لكم ايمان. دونك بروشينمون نعملوا اقتراحات من لي برودوي نتاعك، سر التركيبات الكل من لي برودوي، خاطر شفت معناها بليزيوغ برودوي حطوا مع بعضهم كل حاجه سيبلي لحاجه معينه وهي غاديكا بنتها. وي اكل الخلطه هذيك اللي تخرجها وبعد تعطيك نتيجه فريمون تراها بعوينتك ويرجعوا لك الزوينات ويقولوا لك لقينا نتيجه باهيه، هذيك بالدنيا هذيك بالدنيا. ربي يوفقك، شكرا لك ايمان الطيف صاحبه ماركه ليلى زوينه. احنا باش نخرجوا فاصل صغير ونمشيو لطاولتنا، اكيد راهي حضرت دورنا حضر طاولتنا تبارك الله، تحطت تزينت كيما العاده لابيل بريزونطاسيون مع الشيف سيد القاسم، يعطيك الصحه شيف. ميرسي يا فابريك. نعملوا ابتي ريكاب، نذكروا باللي روسيت نتاعنا اليوم اش طيبنا. بدينا باللونتري شود، عملنا تارت بوارو اي شامبينيون وزيتون زاد اوليف. تري بيان، دونك التارت هذه استعملنا فيها البات بطبوط نتاع ميني سالي، ميني سالي نتاع فانواز. واستعملنا معها الجولدين. والجولدينابي لا برينسيبال نتاعنا عملنا مقلوبه، عملنا طاجين ماروكان سكري سالي فيه مشمش و... وزبيب والعلوش نتاعنا والفروي سيك، وطيبنا لسان عصفور اللي هي رنده بيان سور. استعملنا في عطفه مع بيدي يستعملوا الروز، دونك تنجم انت في اي مقلوبه تستعمل روز ولا تستعمل لسان عصفور. احنا خذينا نتاع رنده واستعملنا زيت كولزا نتاع صافي. اي الديسير، الديسير عملنا البان كيك بريباراسيون تاع فانواز اسهل منها فماش، زينا بشويه كريم تارتيني سبيكيلوس زاد فانواز ياسر بنينه، والكريم ديسير اللي هي صوص شوكولا. تري يعطيك الصحة، ميرسي بوكو شيف. خليك انت تبدا هكا تغرف لنا شوية باش نذوقوا فطورنا اليوم. وانا نشكركم برشا على المتابعة، ما يفوتنيش باش نشكر برشا برشا زادة سوتيفاب موبل على الموبل المزيان القبقوم اللي وفرته لنا باش نخدموا به حلقاتنا وباش نخدموا به برنامجنا السنة. نخليكم مع بقية البرامج على قناة الحوار التونسي، نتمنى لكم مشاهدة طيبة. وأيضا نشكر برشا برشا أونكو سونتي على اللوك شوفو، ونعطيكم موعد في حلقة غدوة كما العادة ديما على قناة الحوار التونسي ابتداء من 11. شهية طيبة.